من المسؤول عن جريمة سرقة وتهريب نقوش معبد أوام؟ في مقال للأستاذ معمر الشرجبي بتاريخ 6/12/2017 طرح خلاله عددا من التساؤلات حول نقش القائد وافي أذرح الذي تم تهريبه إلى الخارج. عثر على النقش معروضا للبيع بسعر بلغ 54998 يورو على الموقع الإلكتروني لمؤسسة مزادات تحمل اسم ومرفق صورة سكرين شوت للنقش بالموقع، وسنعرض رابط التفاصيل في وصف الفيديو. ويواصل الأستاذ معمر الشرجبي قائلا: وعندما بحثنا في موقع داسي عن بعض ما ورد في النقش لنتأكد هل تم نشره أم لا، اتضح بأن النقش موثق ومنشور في داسي تحت الرمز FB-محرم بلقيس 2. وحسب ما ورد في داسي بأن من قام بدراسته ونشره الفرنسي برون ضمن إصدارات سيميتيكا عام 2012 بعنوان نقش سبائي جديد من عهد لحيئة يرخم ملك سبأ وذريدان وحضرموت ويمنت. وورد في فقرة الملاحظات ما يلي: وفقا لبرون النقش قد يكون اكتشف أثناء تنقيب مؤسسة AFSM الأمريكية عام 1951، لكنه ترك على الأرض دون أن يتم توثيقه. وحينها طرحنا هذه التساؤلات والحديث للأستاذ معمر الشرجبي: 1- هل من الممكن بالفعل أن يحدث خطأ سهوا ولا يتم توثيق نقش أو قطعة أثرية مكتشفة أثناء عملية التنقيب؟ 2- إذا كان النقش من اللقى الأثرية التي لم توثق عام 1951، فمن المفترض أنه تم تهريبه بعد فترة بسيطة، ومن ثم سوف يظهر للعلن بعدها بفترة. ففي حقبة الستينات والسبعينات كانت ثورة دراسات النقوش المسندية، ولا يعقل أنه لم يعرف به الساطين اللغات والنقوش، لكن النقش لم يظهر إلى العلن إلا قبل حوالي 5 أعوام عندما نشره برون عام 2012. وبالتالي عدم ظهور النقش طوال الفترة ما بين عام 1951 إلى 2012 كذلك يجعلنا نتساءل: ألا يمكن أن يكون النقش من اللقى الأثرية لأعمال تنقيب AFSM التي تمت ما بين عام 98 و 2006؟ أي أنه تم تهريبه حينها أو بعدها بفترة قريبة، ولذلك ظهر عام 2012 ميلادية. ويواصل الأستاذ معمر الشرجبي قائلاً: المعلومات الجديدة التي وافانا بها مشكوراً الأخ الأستاذ جمال مكرد كشفت عن حدوث جريمة لا تغتفر، ولن نسكت عنها أبداً. تفاصيلها كما يلي: النقش اكتشف أثناء أعمال التنقيبات الأثرية التي تم تنفيذها من قبل المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان AFSM والفريق الوطني التابع للهيئة العامة للآثار والمتاحف في معبد أوام عام 2005. النقش يحمل الرمز التوثيقي MB2005-1-50 الموضح بالصورة التي التقطها الأستاذ جمال مكرد بنفسه حينما تم توثيق النقش. ولمن لا يعرف هذا الرمز، اختصار لعبارة Registration Sigillum of Inscriptions Discovered by the AFSM Excavations at محرم بلقيس 1998-2006. تم توثيق النقش من قبل البروفيسور محمد مرقطن والأستاذ جمال مكرد، بمعنى أن النقش موثق ضمن السجلات والتقارير التي صدرت حينها. وهكذا يتضح بكل تأكيد بأن النقش تم نزعه من الجدار، أو بالأصح تمت سرقته من معبد أوام ومن ثم تهريبه للخارج. ومن الراجح بأن هذه الجريمة تمت خلال الفترة ما بين عامي 2006 إلى 2012. والتساؤل المطروح أيضا هنا: يا ترى هل لدى أعضاء فريق التنقيب والمسؤولين على المعبد علم بهذا الأمر؟ أيضا الموضوع المهم والمؤلم في هذا الأمر قصة الإهمال، وكذلك أن الطلاب في الجامعات والباحثين والدارسين اليمنيين يتمنوا الحصول على نقش واحد يساعدهم في أبحاثهم، بينما نقوش بلادهم وتاريخ أجدادهم إما معرض للسرقة والتهريب أو معرض للاندثار.